يسعد ايامكم اعزائي المتابعين بكل خير ورحمه. اليوم راح نطبق مع بعضنا حلى الحليب، اتمنى انه تجربوه ويعجبكم، ولا تنسون بليز من لايكاتكم مع اشتراككم معي على القناه. Dear viewers, welcome to my channel. Today I'm preparing milk sweet. For ingredients, I need some biscuit tea. راح احتاج الى المكونات، راح احتاج الى بسكوت الشاهي، ايضا كوبين من الحليب البودر، علبتين قشطة او جيمر او ما يعادل 200 جرام، 4 الى 5 ملاعق حليب مكثف. I need to also to 2 cup of full cream milk powder, 2 cans of cream or 200 gram, 4 or 5 spoons of sweetened condensed milk. We will start first layer. I will dip biscuit in the milk, then arrange the biscuit in the بايركس تراي. راح اغطس حليب البسكوت بالحليب واصفه بالترتيب صينيه البايركس. الطبقه الثانيه راح احمر الحليب البودره على النار بدون اي اضافات بدون اي زيت لين يتحول لونه الى اللون الذهبي او البني الفاتح. بعد كذا اضيفه على القشطه وعلى الحليب المركز واخلطهم مع بعض وأضيفها على البسكوت. بعد كده الطبقة الثالثة راح تكون عندي طبقة من البسكوت المغطس كذلك بالحليب مرة ثانية. Second layer I will roasting milk without oil until the change the color to golden or light brown. Then I will add it to cream and sweetened milk, then mix it together well. Then I will cover the biscuit layer. This second, third layer, I will dip biscuit again in the milk. Then I will arrange on the roasting milk. الطبقة الرابعة راح تكون عندي عبارة عن حليب وكريم كراميل وملعقة نسكافيه، أركبها على النار. مجرد إنها تغلي راح أحطها على البسكويت. Fourth layer I will add some milk and cream caramel powder and one spoon of نسكافيه or coffee. I will put on fire until boiling, then I will put on the biscuit. Like the video, مثل ما هو مصور عندكم بالفيديو. الطبقة الخامسة راح تكون اختيارية، أنا عملتها عبارة عن الحليب والكراميل وغلى نفس الشيء وأضفته على المكونات. Fifth layer, this up to you. Me, I like it like this. I will make only milk with caramel when the ingredients boiling. Then I will put it on the biscuit. On the caramel. The last thing. Then I will keep it in the fridge between 4 or 6 hours, or like me, I will make it before overnight. This the best. Then I will before presentation I will put some lotus. بعد كده راح اتركها بالثلاجة من 4 إلى 6 ساعات او مثل ما عملتها انا سويتها قبلها بيوم، وقبل التقديم اضفت عليها كريمة اللوتس وبعد كده قطعتها. واتمنى انكم تجربوها ولا تنسوني من لايكاتكم واشتراككم معي على القناة.